السلام عليكم ورحمة الله مستمعي قناة شوف تي في. هناك تزولة الصباح المنتصف النهار هنا بملعب كبير بمدينة أكادير. كيف كتشوفوا مستمعي قناة شوف تي في الأجواء هنا بباب التغازوت، الباب الرسمي باب التغازوت اللي كيدخل من المدعوين وكيدخل منه حتى الصحافة والتقنيين. هنا أجواء عادية لحد الساعة، الأجواء عادية إلا المسؤولين الشركة الناقلة و بعض الصحفيين اللي كيجيو يسحبوا البادجات ديالهم، الاعتمادات ديالهم الصحفيه. غادي نديرو واحد الجوله هنا على الملعب بس نشوفوا الاجواء. فاكيد سي خليفه، يعني في درجات الحراره المفرطه هنا في مدينه اكادير فهي كتلعب ديرك دور في العزوف او عدم مجيء يعني الجماهير في وقت مبكر للملعب، الشيء اللي كيخلي ان الجمهور كينتظر حتى يعني تنخفض درجه الحراره والسعر يمكن لي انه يجي للملعب. لكن ما كتشوفوا حنا الان في منتصف النهار فغياب كلي للجماهير، لا المساويه لا الجماهير العسكريه، فلحد الساعه يعني غياب تام 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 للجمهور الفريقي. الاستعدادات متواصله كما كتشوفوا، الناس المسؤولين عن التنظيم يحاولوا يوجدوا الحواجز على حساب الجماهير باش الامور تكون مضبوطه وتكون على ما يرام. فخليفه اكيد اللي كنتمناو ان هذه المباراه تسود الروح الرياضيه، وكما كنقولوا يعني جوج جماهير، لا جماهير العسكريه لا جماهير المغرب الفاسي يجيو يشجعوا الفريقين ديالهم، يعني بعيدا على كل الاشكال ديال يعني ما نقولوش الشغب، ولكن نقولوا بعيدا على كل الانفلاتات اللي كتكون في المباريات. فكنتمناو هذا العرس الكروي ما بين جوج فرق بصراحه اللي التاريخ ديالهم كيشهد لهم يعني بانهم يعني من بين الفرق العريقه في المملكه المغربيه، فاللي كنتمناو ان الامور تدوز يعني بواحد السلاسه، يعني مباراه ديال كره القدم فهي كما كنقولوا دائما كتبقى مباراه في كره القدم. الفريق اللي غادي يفوز فغادي نصفقوا ليه، الفريق اللي غادي ينهزم فغادي نتمنوا ليه كذلك حظ سعيد في المباريات القادمه. كما كنقولوا الهزيمه في مباراه ما كتعنيش نهايه العالم او نهايه ديال المصير الفريق. فكما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في كنحاولوا اننا نقربوكم كذلك من الاجواء المحيطه بالملعب، الملعب الكبير مدينه اكادير. هذا الصرح هذا المعلمه يعني كما كنقولوا المعلمه الوحيده الان اللي كاينه تقدر تستضيف فيها مباريات كره قدم في ظل يعني التجهيزات الكبيرة اللي كتشهدها المملكة المغربية من ناحية إعادة تأهيل عدد كبير من الملاعب، خصوصا يعني قبل احتضان المملكة المغربية لكأس إفريقيا وكأس العالم، كأس إفريقيا وكأس العالم. هذه الاجواء مشاهدي قناه شوف تي في، يعني كنحاولوا اننا نقربوكم يعني من كل جديد محيط بهذا المباراه النصف النهائي الاول اللي غادي يجمع ما بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي، فيما النصف النهائي الثاني فغادي يجمع ما بين الرجاء الرياضي ومولوديه وجده. اكيد مشاهدي قناه شوف تي في عرس رياضي عيشهدوا الملعب الكبير مدينة أكادير. تحية كذلك الجماهير السوسية يعني اللي كنتمناو كذلك الجماهير السوسية، فهي تحاول أنها تساعد في التنظيم لأنهم
كما كنعرفوا كرم الضيافه عند المغاربه، فلذلك كنتمناو دائما ان المباريات في كره القدم تبقى يعني في اطار ديالها الرياضي بعيدا على كل اشكال الشغب او بعض الانفلاتات كما كنقولوا، لان ما شوف مصطلح ديال الشغب راه يعني مصطلح دخيل الى المملكه المغربيه، يعني بعد الشباب سامحهم الله فهم كيقوموا بالفتنه، لا سيما يعني بعد الصفحات الفيسبوكيه اللي ما عندها حتى علاقه بالروح الرياضيه والفير بلاي. فكنتمناو يعني دخلنا للملعب يعني ندخلوا نشجعوا فرقتنا، نقدموا الدعم اللازم حتى 90 دقيقه، ودائما كنقولوا المحاسبه ديال اي فريق او جماهير المحاسبة للفريق ديالهم فدائما كتكون مع نهاية السنة، ونشوفوا الفريق هذيك الساعة واش حقق إنجاز، واش حقق الأهداف المسطرة، واش الفريق يعني كان قاب قوسين يعني من التتويج بلقب بطولة أو التتويج بلقب كأس أرج أو المشاركة الإفريقية. فكل عوامل يمكن أن الجمهور يعني يجلس مع المسؤولين ديال الفريق فغادي يوضحوا ليه ويدرسوا خريطة طريق أخرى يعني الموسم المقبل، والأكيد الموسم المقبل دائما كيكون افضل من المواسم السابقه، لان اي نادي كيتمنى انه يكون يعني افضل من السنوات السابقه. فالاخوه اللي كيسولوا على توقيت المباراه، فالمباراه غادي تنطلق على الساعه 8 مساء بالتوقيت المغربي، يعني غرينيتش زائد 1. الاخ محمد تيقول ورينا الجمهور الفاس. اخويا شوف انت كتشوف كلشي بعينيك وكتقول لينا ورينا الجمهور، راه من الخير اخيرا العنوان راه يعني خاصك تعرف ان باقي ما كاين حتى شي حاجه، يعني هذه هي الاجواء المحيطه بالملعب، يعني ما كاين ولو مشجع واحد كاين هنا في التيران. اخ عفيف يوسف اكيد اخويا، فكما كنعرفوا مدينه اكادير مدينه سياحيه عندها واحد الشاطئ زوين، يعني اغلب الجمهور يمكن ان الجماهير يعني تفضل في هذا الوقت المبكر وهذا التوقيت هذا بالذات ودرجه الحراره المرتفعه يمكن انها تفضل انها تمشي للبحر لاننا توجه مباشره نحو الملعب. كما تشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في هذه الأجواء، يعني من خلال بث مباشر للأستاذ القدير عبد الحق خليفة، فكيحاول أنه يقربكم كل جديد الأجواء المحيطة بهذه المباراة. إليك الخط الأخ خليفة. شكرا سي سمير المتوكل المسؤول الإعلامي في الرياضة بقناة شوف تي في اللي قربنا المعلومات كثيرة على أجواء هنا بمدينة أكادير. كيف قال أن درجة الحرارة المرتفعة مجموعة ديال الجماهير اللي غتفضل تمشي للبحر فهمتي تستمتع، جات كدير ضرب عصفورين بحجرة فهمتي تستمتع بالشاطئ الجميل ديال مدينة أكادير وبعد المآثير التاريخية ديال مدينة أكادير. والمباراة راح حتى 8 ديال العشية إن شاء الله، غيقدروا يجوا شوية بكري مع ديك الساعة الخامسة، أبدا يبرد شوية الحالة تكون انطلاقة ديال المقابلة على الساعة 8. غادي نشوفوا ان شاء الله ان شاء الله نقول لكم اجواء ديال الجماهير، الجماهير الزعيم وجماهير الفاسيه. وكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، يعني هذه جوله يعني كتوضح ان ما كاينينش الجماهير لحد الساعه، يعني ما غاديش نقولوا ما كاينينش الجماهير في المباراه، فالجماهير يعني شفنا يعني من خلال بث مباشر للزملاء يعني داخل قناه شوف تي في، لا الاخ موسي البارودي فات، الاخ طريق يعني لان طريق الاخ مخلص يعني مخلص من مدينه الرباط كذلك نقلينا الاجواء ديال التنقلات ديال الجماهير العسكريه، فاكيد الجمهور العسكري والجمهور المصاوي فهم في الطريق لمدينه اكادير. شفنا بزاف يعني فيديوهات صور يعني رحلات يعني عبر الحافلات، رحلات عبر كذلك الطائره من مطار فاس كذلك الى مطار اكادير المسيره. فالحمد لله يعني تنتمناو يعني المباراه يعني يسودها واحد النوع من التاخي خصوصا كما كنقولوا، فجا الوقت ان الجمهور المغربي
اللي وصل الكرة القدم المغربية للعالمية من خلال تفوهات وتشجيعات وكذلك يعني عرف إشادة إعلامية كبيرة للجمهور المغربي. فكنتمنى وحنا مقبلين على تدورات كأس أمم إفريقيا وكذلك كأس العالم أن الجمهور المغربي دائما يرجع يسوق ديك الصورة الإيجابية على الكرة القدم المغربية. فهادشي هذا مطلب ماشي فقط ديالنا حنا كصحفيين أو إعلاميين، ولكن مطلب ديال جميع المواطنين المغاربة الرياضيين الكرويين، الناس اللي كيعشقوا كرة بعيدا على كل أشكال انفلاتات كما كنقولوا. أنا ما كنبغيش دائما نذكر مصطلح الشغب، ولكن كنقول بعيدا عن الأشكال انفلاتات. وكنتمناو أن الجمهور المصاوي أو الجمهور العسكري أنهم يقضيوا يعني يوم رائع هنا في مدينة أكادير، وبالضبط مباراة جميلة تكون. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، يمكن يعني هنايا التجهيزات الأمنية، العناصر الأمنية فهما كتصطحب الجماهير هنا إلى ملعب، جابوا الجمهور هنا إلى الملعب. هذه الجماهير المصاوية، الجماهير المصاوية. فكما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، أول حافلة خاصة بالجمهور الفاسي تصل الآن إلى ملعب كبير بمدينة أكادير، كبير بمدينة أكادير وسط تعزيزات أمنية. مشكورين من رجال الأمن على المجهود الكبير اللي كيقوموا به. حتى رجال الأمن مشكورين كيحاولوا يأمنوا الجماهير، بس ما تكونش واحد الانفلاتات بس الامور تكون على ما يرام. يعني كاينين بعض الجماهير اللي ما عارفينش، يعني كيجيو مباشره للملعب، يعني البوابات ما تفتحاتش، فهمتيني؟ يعني من بين الشروط اللي تتخلي ان يسمحوا للجمهور يدخل هو التوفر ديالو على تذكره خاصه بالمباراة. يعني كما كنشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، في هاد الأثناء وصول حافلة محملة أو حافلة يعني فيها جمهور المغرب الفاسي، جماهير الفاسية يعني اللي جات في الوقت المتبكر، فهي قررت أنها تغادر الحافلة وتلتحق يعني بالأصدقاء ديالها والزملاء ديالها شواطئ مدينة أكادير. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي بعض الجماهير، فهي يعني بعد وصول ديالها الملعب قررت أنها تمشي تخرج من الملعب وتمشي تدخل المحيط مدينة أكادير. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، بهذه الأجواء هنا من مدينة أكادير وصلنا لنهاية البث المباشر، على أمل لقاء بكم ببث مباشر آخر، وشكرا.